بعد فوز الاهلي على صن داونز وتحديد الفرق المتاهله للسيمي فاينال، شايف وضع الماتشات ازاي والمنافسه هتبقى ازاي؟ لا خلينا الاول نتكلم على بكاري جسامه. لانه الحقيقه الاسبوع اللي فات لما جيت قعدت هنا كان جمهور الاهلي تقريبا ما بيعملش حاجه في حياته غير انه بيشتم بكاري جسامه. مظبوط. وانا قلت لك خد مني الكلام ويعني زي ما انت عايز. كنا متفقين. انه بكاري جسامه هيعمل مباراه من اجمل مبارياته في تاريخه. تمام. عشان اسمه وعشان ال 20 حكم بتوع الفيفا وعشان هو قلقان وعشان الكاف كمان. برضه الكاف هو عنده ازمات كتير قوي. فهو مش ناقص ازمات حكام. فبقت البطوله دوري الابطال السنه دي تحت عين كل اعضاء المكتب التنفيذي، الكل واقف على الواحده. صح. انت هتلعب 8 مباريات ما فيهمش غلطه، ودي اول مره تقريبا في تاريخ افريقيا 8 مباريات تلعبوا في الـ في الـ في كوارتر فاينال، 4 رايح و4 جاي. يعني 4 ذهاب و4 عوده، مفيش غلطه. حتى ضربه الجزاء اللي اتحسبت على الرجاء ضربه جزاء صحيحه 100%. مظبوط. هي بس تقدر تقول هدف للرجاء كان مظبوط واتحسب تسلل. ما شفتوش بس الحقيقه حتى في وسط الوقت الضايع هو بس الحاجه اللي هي كان فيها قولان انه الحكم في الوقت الضايع بتاع ماتش الوداد والنجم صفر دقيقتين قبل، وهو مدي 6 دقايق وصفر في الدقيقه الرابعه، ودي في النهايه بترجع للحكم، ممكن يكون تقديريه للحكم. انما هل في حالات مؤثره جدليه؟ مفيش. لا فتيجي تقول لي ايه زي ما حد قال كده انه احمد فتحي كان ينفع يطرد. حقيقه ما هو في مباراه الاهلي والهلال السوداني رضوان جيد هو احد افضل الحكام في افريقيا دلوقتي. تحطها بين قوسين حاجه اسمها افتكاسات. ما انا هقول لك ايمن اشرف اتعمل عليه فاول من الظهير الايمن للهلال في اول 10 دقائق. والخد انذار عند الخط. اللعيب ده عمل مع ايمن اشرف ومع تقريبا اجاييه بعدها مفيش دقايق 3 فاولات في نفس الحته بنفس العنف. ما طردش. مفيش حد خرج من الاهلي وقال لا الظهير الايمن لازم يطرد، ولا لانه دي في الاخر انت طرد او مش الطرد دي حاجات تقديريه للحكم. فما تيجي حد يقول لك اصله احمد فتحي اصله الجمهور الاهلي شايف ان الحكم كويس عشان لا طبعا الحكم كويس عشان الحكم كويس لانه ادار المباراه بعدل، ادار المباراه. طب ما هو الجول بتاع سان داونز في شك انه اللعيب انه كان في موقف تسلل، لان الكره ما اتلعبتش لعبتين، هي اتلعبت وهو استفاد انه كان في موقف تسلل. فلما الكره جت هو كان في موقف تسلل. مزبوط. الكره ما اتلعبتش لعبتين، يعني ما راحتش ورجعت فغير موقفه، لا هو في بدايه اللعبه الاولانيه كان تسلل فاستفاد من موقع التسلل. بس ما حدش قال ان الجول تسلل الاولاني، الحكم فعلا كان كويس. حتى نادي صن داونز نفسه ما اعترضش. فالحقيقه لا الحكم كويس. مصطفى غربال في مباراه الزمالك مع الترجي كان هايل. هايل جدا. رضوان جيد هنا كان هايل. نضاله كان هايل. كل حكام الحقيقه. فالحقيقه الكاف وكان في تطمينات من الكاف من اعضاء المكتب التنفيذي ومن مهندس انا ابو ريده للنادي الاهلي بانه لا ما فيش مشاكل الحكام، ما فيش مشاكل، يعني ما فيش حاجه خالص هتحصل في الماتشات، وطمنوا ان كل حاجه تحت عينينا والحكام متراقبين كويس وانه ما فيش ازمات. والحكام عايزين يعملوا اسم كمان الفتره الجايه. واعتقد كمان انه بنسبه كبيره ممكن يبقى في فار في سيمي فاينل عشان يحلوا الازمات. اعتقد انه يبقى في فار في سيمي فاينل. الاقتراح اصلا متقدم في ورق رسمي. ومش هفاجئ الناس لو قلت لهم الكلام ده متقدم من يومين، لا ده الكلام ده متقدم قبل انطلاق دوري المجموعات. وتقدم قبل سليمان قباري ما يسيب لجنه الحكام احقاقا للحق. هو كان ساعه الازمه الكبيره في لجنه الحكام، وبعد الاحداث اللي حصلت في ماتش النجم الساحلي الكاف اتخذ قرار وان ما يكونش في حد من المكتب التنفيذي لإشراف على اللجنه فتم ابعاده. لكن قبل ما يتم ابعاده الاقتراح متقدم منه لتطبيق الفار في الدور نصف النهائي، لكن كانت الفكره في ملاعب تصلح. لا اعتقد كمان لانه بعد خروج مازيمبي. لا السيمي فاينال بقى دلوقتي بقى زي ما ضرب نار بالظبط. يعني لا والملاعب فيها رخصه. لا والماتشين صعبين. يعني سواء الرجاء والزمالك او الوداد والاهلي فعلا مباريات صعبه. مظبوط. فمحتاجه مراقبه ومحتاجه فار فعلا ومحتاجه حكام على اعلى مستوى. اعتقد كل ما الماتشات بتقل كل ما مستوى الحكام بيعلى، وهيبقى هتلاقي فيكتور جوميز اعتقد انه هيبقى الماتشات بين الاربعه الكبار خلاص. فيكتور جوميز، اليوم نيانت، بكاري جسامه، بملكه سيما، هتتكلم في 4-5 بنسبه كبيره. وهيدخل مع مصطفى غربان. مصطفى غربان هتتكلم في 5-6 بالكثير. اعتقد الماتشات هتلف عليهم، يعني اللي هيطلع من دوري الابطال هيروح على الكونفدراليه. ماتشات الكونفدراليه اسهل نسبيا، لان في نصف نهائي مغربي وفي نصف نهائي بيراميدز وحوريه.